علامات النصر صحراوي والجبل الوسطاني بعد استلام والسيطرة وتم السيطرة بعون الله على حاجز الظهر في 5/10/2012. الله أكبر. وهذا أحد الضباط قائد لواء أحرار الجبل الوسطاني المقدم أحمد عليه. الله أكبر. يقود العمليات في ساحة المعركة. الله أكبر. وهذه بعض الذخائر والأسلحة التي اغتنموها في تاريخ 5/10/2012. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بإذن الله صامدون إن شاء الله حتى النصر. جايينك يا بشار إن شاء الله. الله أكبر.